السلام عليكم. عام 2014 في مدينة اسمها نواذيبو في موريتانيا. طبعا نواذيبو مدينة وفيها ميناء، ميناء يعني حيوي جدا. المهم في شاب اسمه أحمد ولد زين الدين، يسمونه لكليزة، اللقب ماله لكليزة. هذا شو يسوي؟ هذا عامل في مجال توصيل السيارات من الحدود بين موريتانيا والمغرب وإلى الدول الأفريقية، يأخذ هالسيارات من الميناء اللي عندهم في نواذيبو وينتقل فيه إلى الدول الأفريقية. هذا أحمد أو لكليزة يحب فتاة عشرينية اسمها المامية منتسيدي. المامية هذه تموت فيه وموعدها بالزواج، ودائما تجي له في شقته، ومتفقين وصار لهم مع بعض أكثر من سنتين ثلاثة، وكان يعيشمها في موضوع الزواج وكذا. ويوم من الأيام وتكتشف أنه قاعد يكلم واحدة غيرها وأنه متفق معاها على الزواج. شلون عرفت ما ندري. المهم هذه قامت تتصل عليه، قالت له وينك؟ قال أنا تعبان وجاي من السفر وكذا وأنا موجود في الشقة. قالت له أوكي. طلعت من بيت أهلها وراحت للشقة، أدخلت عليه ولا نايم تعبان، وتقوم تدخل المطبخ وتاخذ سكين، وش سوت فيه؟ وتقوم وتطعنه في أعضاء التناسلية. الولد صحى على الضرب، صراخ وألم، وهجم عليها ومسك السكين اللي في إيدها وطعنها طعنتين، الأولى في بطن والثانية في الصدر، وترك السكين في صدرها. البنت بدت تنزف إلى أن فارقت الحياة. طبعا هذا من الألم والدم ويحتاج إلى أحد يسعف، على طول فتح الباب بدأ يصرخ بالشارع، والناس أخذته وانقلوه للمستشفى. عرفوا رجال الأمن شو اللي حصل، راحوا للشقة ورفعوا الجثة ومنتظرين لكليزة يطلع من غرفة العمليات. طبعا في غرفة العمليات قالوا له ما في أمل، يعني إحنا راح نضحي عشان تعيش. لا الله يخليكم. قال لا ما شوفوا كيفنا، احنا مو بكيفنا، تبي تموت. المهم سووا له عمليه وكذا، والمسكين منهار وقاعد داخل العمليه، لكن الان متهم في جريمه قتل، قاتل الماميه حبيبه القلب. ليش يا لكليزة ليش قتلت الماميه؟ قال والله انا تفاجأت فيها ولما طعنتني وهجمت عليه، وفورة الغضب اللي فيني خذيت السكين وطعنتها طعنتين، وهذا اللي صار. المهم خلوه لين يطلع عاد من المستشفى. بعد شهرين طلع، لأن حالته فعلا كانت صعبة جدا، وكان الجرح عميق وعمليات وراء عمليات وماكو فايدة. المهم بعد شهر شهرين استقرت الحالة، خذوا للتحقيق وبدوا يحققون معاه، يسألونه شلون صار، زين لما طعنتك شلون انت تفاجأت، شلون قدرت انك يعني قدرت ان رغم الجرح اللي فيك شلون قدرت يعني تسيطر عليها، وايه ليش اكتفت بطعنة واحدة لو انها يعني تبي تقتلك مثلا، او تبي تنتقم منك، ليش اكتفت بطعنة واحدة؟ يعني ما شفنا بجسمك طعنة ثانية او خدش. الموضوع هم شاكين فيه. المهم يحققون مني ومنك، اكتشفوا ان لكليزة هذا في وحدة يتصل عليها دائما. يوم استدعوها ولا هذه بنت خالة المامية. قالوا له انت شنو علاقتك في الموضوع؟ وش عرفتك بلكليزة؟ مدام لكليزة هذا يحب المامية وانت بنت خالتك الماميه، انت شنو علاقتك بلكليزة؟ البنت انهارت، لا وخصوصا
أهلها دروا أنها دخلت في التحقيق ويبي يقتلونها، وأنت شنو قصتك؟ شنو علاقتك في الموضوع؟ إحنا ما إحنا ناقصين فضيحة، المامية فضحتنا، الحين أنت في الموضوع ليش؟ وتبطل جربة. أسمعوا الجربة الخايسة. قالت مامية عرفتني على الأكليزة في أحد المرات، ومن ذاك اليوم وأنا على علاقة في الأكليزة من وراء مامية. ولما درت مامية في علاقة هذه بنت خالتها في الأكليزة، راحت عند منو؟ الأكليزة هناك، لأنه ما كان نايم لما دخلت عنده مامية. هذا ينفي كلام الأكليزة أن تقول طعنت في أعضاء التناسلية هو نايم، لأن بنت خالتها هذا شو تقول؟ تقول اتصلت علي مامية وجنبها الأكليزة وتبي تتأكد من الكلام، وقالت لي هل أنت فعلا على علاقة في الأكليزة؟ وأنا قلت لها لا مو صحيح، ونفيت وأنكرت الموضوع وبعدين سكرت التليفون. هذا الكلام غير مجرى التحقيق. امسكوا الأكليزة، تعال يا نصاب، أنت شلون تقول دخلت عليك وانت نايم وانت ما ادري شنو طعنتك وبعدين قمت وطعنتها؟ واصلا البنت كلمت بنت خالتها وهي جاء واقفه جنبك داخل الشقه. ها ها قال له وجعة، تكلم تكلم، طراقين ثلاثه ويبطل جربه الثانيه. هذا اليوم يوم البطل جربات، اليوم العالمي للجربه. تكلم، قال انا بقول لكم الحقيقه صراحه. قال انا فعلا على علاقه في بنت خاله الماميه، ولما اكتشفت بدت تهددني وتصارخ وكذا، وانا اتهرب منها فاجتني الشقه علشان تبي يعني تضع حد لهالموضوع. فقامت واتصلت على بنت خالتها وهذيك انكرت وانا انكرت، لكن ماكو فايده، وهذه معصبه فراحت للمطبخ وجابت السكين، هي يعني تقصد انها تهددني يعني وتأشر له كذا، وانا راح اقتلك وانا ما اقدر يعني اتركك لاحد وانت تخوني وانت ما ادري شنو. يقول انا عصبت عليها وانا مو يعني مو متعود ان فتاة تعلي صوتها علي، فخذيت منها السكين وضربتها كف، فهي جت تبي تهجم علي، قمت وطعنتها في بطنها. هني بدأت تصرخ وكذا، فأنا حطيت إيدي على فمها، وعلشان خلاص أنا ارتكبت جريمة، قمت علشان أتخلص منها مرة واحدة غرست السكين في صدرها ووضعتها على الأرض إلى أن فارقت الحياة. السؤال الخطير اللي راح يراود، قالوا له زين أعضائك التناسلية شلون انجرحوا؟ اسمعوا الحمار شنو سوى. حش الحمار والله. الحمار الحين يقول أنا عشان ارتكب جريمة وعلشان يعني أفلت منها، أقول إن هي هجمت علي وإن أنا كنت نايم، وإن قام أهو بنفسه وطعن نفسه في أعضاء التناسلية. لكن يوم طعن نفسه طعن نفسه طعنة ما توقع ان السكين تكون بهالحدة، وانها يعني تدخل في عمق رهيب في جسده. قام يصرخ ويبي احد ينقذه، وهذا اللي تسبب بفقدانه لرجولته، ودخل فيها المستشفى. طبعا لما اكتشفوا ان الحقير الأكليزة هو اللي قتل البنت وهو اللي سبب حق نفسه الجرح علشان يفلت من العقاب، لكن ما ضبطت معاه، تم الحكم عليه بالإعدام وراحت القضية وانسجن، ومنتظر يعني موعد تنفيذ حكم الإعدام فيه. بعد سنتين وبسبة الجرح اللي في أعضاء التناسلية اللي بدأ بالالتهاب واللي ملاقي له علاج وقصة شرايين ما شرايين فيلم والتهابات قامت تجي، والسجن تعرفون ما هو نظيف وكذا، الظاهر اللي كان مسجون فيه، وبدأت تجيه، وقام ينزف على مدى سنتين ويحاولون، وبدأت أطرافه يحوشها مثل الغرغرينة،
إلى أن توفى الكليزة داخل السجن متأثر بالالتهابات اللي صارت فيه. بسبة شنو؟ بسبة الطعن اللي أهو سددها لنفسه علشان يفلت من عقاب مقتله لحبيبته اللي هي المامية. الدنيا فيها عجائب ولا لا؟ والله فيها عجائب. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.